موضوع حادثة أشمون. يمكن احنا لسنين طويلة في مصر للأسف ابتعدنا كتير جدا عن ما نطلق عليه تنمية، يعني انه قرانا، نجوعنا، كفورنا، عزبنا، واحيانا مدننا بالمناسبة ما تبقاش في مكانها السليم وما يبقاش في خدماتها الكاملة والمتكاملة. احنا مؤخرا خلال ال7 سنين اللي فاتوا حصل اهتمام حقيقي بده، حصل اهتمام واقعي وفعلي، وده اللي احنا كلنا بنشوفه، يعني ما بقاش في حد يقدر ينكره. ليه؟ لانه واقع لا تخطئه العين، دايما هيفضل العقل قبله، العقل الواعي بالمناسبة قبله، العين شايفة اللي بيحصل. كان من ضمن الكوارث اللي بتحصل زمان انه بلادنا، احنا بلد زي ما حضراتكم عارفين احنا على نهر النيل، عندنا الفرعين الرئيسيين دمياط ورشيد، عندنا يعني روافد كتيرة للنيل جوه القرى الصغيرة وما الى ذلك الى اخره. كان في وسيلة ان احنا نعدي البر التاني، نعدي الناحية التانية، اسمها المعدية. المعدية في وقت من الوقت كانت بتشغل المعدية اليدوي، يعني يبقى راجل كده كان مهنته اسمه المعداوي، فاحنا نطلع نقف على المعدية والراجل ده بيسحب حبل يوصلنا الناحية التانية من فرع النهر على سبيل المثال. وفي المعدية اللي بمطور اللي ممكن تبقى بتاخد شوية عربيات على شوية يعني مواشي الى اخره وبني ادمين وهكذا. اللي حصل في أشمون للأسف الشديد هو جزء من تداعيات سنين طويلة مضت من عدم التنمية. المعدية عربية عليها 23 بني آدم طلعت على المعدية علشان هتعبر بيهم الناحية التانية، يختل التوازن، العربية تغرق في المية، تحديدا كان على فرع رشيد هناك في أشمون، و8 الله يرحمهم يا رب، الله يرحمهم يا رب، لقوا مصرعهم، لقوا حتفهم. الضفادع البشرية، رجال الأمن، الكل اشتغل علشان يتم انتشال هذه الجثمين، وتم بالفعل انتشال 4 جثمين وجاري العمل على انه يتم ان شاء الله انتشال البقية. ده اللي حصل. رئيس الجمهورية بطبيعة الحال عرف اللي جرى، وفورا فورا امر بانشاء جسر هناك في المنطقة والعمل على انهاء ازمة المعديات دي تماما. لازم يبقى دايما في وسيلة آمنة لعبور الناس، دايما يبقى في وسيلة آمنة لعبور المصريين لروافد نهر النيل. ده اللي بيشتغل عليه الحقيقة فخامة الرئيس، بيشتغل على ده في الصعيد، بيشتغل على ده في الدلتا. الحقيقة انه مفيش حاجة لا قدر الله حتى لو من باب القدر بتجرى إلا أنه بيتم فورا إعطاء التوجيهات أو الأوامر بالمناسبة كمان بأنه يتم تلافيها فورا في المستقبل، بس إحنا ما بنستناش لبكرة، بنشتغل من النهاردة. يعني توجيهات الرئيس أنه العمل يبدأ من اليوم على حل هذه الأزمة. وبالمناسبة أنا أتذكر كويس أن الرئيس من أكتر من 6 أشهر اتكلم على حكاية المعديات دي وقال لازم المسألة دي تنتهي تماما، إلا أنه قدر الله وما شاء فعل ورحمة الله عليهم جميعا. لكن الحمد لله والشكر لله الرئيس تدخل كما جرت العادة بمنتهى السرعة، ومشكورا على مسألة العمل على إنهاء مثل هذه الأزمة. إن شاء الله مش هتبقى الأزمة دي موجودة ولا هي ولا أزمات تانية في أي بقعة من بقاع جمهورية مصر العربية، لا في إبلي ولا في بحري.